لو كان العرب يعتبرون لكانت قطر أحسن عبرة، ومن قطرة نفط امتزجت بقطرة عرق، من راع صدق أصبح الخير في قطر ينزل كالمطر. ولو تمتع حكامنا العرب بشبه قليل من الحكمة لكانت كل بلداننا العربية مثل قطر. ولو كان البترول والغاز وحدهم يصنعون هذا، إذن فأين بقية بلدان العرب البترولية والغازية من كل هذا؟ الفضيحة الكبرى أن بعض البلدان العربية البترولية تعجز حتى عن استضافة كأس إفريقيا أو كأس آسيا، فالكثير يملكون الثروات ولكنهم لا يتركون لشعوبهم إلا الفتات والشتات والعيش على الشعارات. العبرة ليست في من كان يا مكان، ولكن العبرة في من أصبح سيد المكان. فشتانا بين من يعز شعبه بالإعمار والإزدهار، وبين من يستغفله بالأعذار ولغو الشعار. قبل حوالي 50 عاما من وقتنا الحاضر، كانت هذه الصور التي تشاهدون هي عاصمة قطر الدوحة. أكواخ صغيرة وبنايات بسيطة مبنية بالحجارة والطين في صحراء قاحلة. لم تكن مدينة الدوحة أكثر من قرية صغيرة يسكنها ما يقارب 20,000 نسمة، يعتمدون في عيشهم على صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ. كان مطار الدوحة مجرد مسطح من الأرض يصلح فقط لهبوط طائرة صغيرة، وكانت الطائرة الوحيدة تأتي من البحرين من وقت لآخر حاملة بعض الركاب. في تلك الحقبة من الزمن كانت القاهرة والجزائر والرباط ودمشق وبيروت وبغداد مدنا كبيرة وحديثة. بعد اكتشاف ثروة النفط والغاز في أغلب البلدان العربية، وبينما انهمك أغلب حكام العرب في النهب والسلب واختلاس الثروة، حكام قطر كانت لهم رؤية أخرى في استغلال هذه المقدرات. تسارعت الأيام بينما بقي أغلب العرب نيام، انطلقت قطر إلى الأمام في طريق الازدهار، وانطلق الإعمار والاستثمار لتتحول من إمارة صغيرة وفقيرة إلى واحدة من أغنى دول العالم. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي في قطر ليصبح من بين الأعلى عالميا، وارتفعت الرواتب والمراتب، وارتفعت المباني، وامتدت المواني، وشيدت الجسور والقصور، وأرقى الفنادق وأغلى الشركات. كما ارتفع علم قطر بكل فخر في يد بلاتر ليعلن على كل من حضر فوز دولة قطر باحتضان أكبر حدث رياضي عالمي، وهو كأس العالم لكرة القدم 2022. ورغم كل الحاقدين والناقدين على تنظيم هذا الحدث في بلد عربي، قطر كانت أثقل من أن تهزها رياحهم وأصلب من أن تنغزها رماحهم. فقطر لم تستثمر فقط في العمران ورفاه الإنسان، بل استثمرت أيضا في علو السلطان والعزة والشان، وفرضت كلمتها بين كل البلدان. فلابد أن يكون لكل مجتهد نصيب، ولا بد أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، كما أساء أغلب حكام العرب الذين لقنوا بلدانهم العطب وأصابوا شعوبهم بالكرب. فشتنا بين من يعز شعبه بكل سبب، وبين من أبناء شعبه في قوارب الموت تسعى للهرب. هنيئا لقطر، وحفظ الله قطر من كل حاسد وحقد.